الاتحاد المصري للتجديف وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة نظم احتفالية باليوم العالمي للمرأة، كان فيها فعاليات وتفاصيل كتير، خلينا نتابعها من خلال هذا التقرير. النهارده يعني بنحتفل بيوم المرأة العالمي، وده يوم مهم جدا على مستوى العالم. احنا يمكن احتفلنا بيه طبيا من كام يوم، لكن النهارده بنحتفل بيه رياضيا، وبنحتفل بيه بأهمية اللي هي المرأة في المجتمع. في عدد كبير من الأنسات والسيدات اللي هم بيمارسوا رياضة اللي هي التجديف على نهر النيل. أهمية اليوم ده أيضا إن احنا عاملينه هنا على ممشى أهل مصر، ودي حاجة أكثر من رائعة. ده يمكن أول مرة يتعمل هذا الحدث الرياضي للمرأة، وفي يوم جميل زي يوم المرأة العالمي، وفي مكان أكثر من رائع كلنا بنفتخر بيه، الممشى أهل مصر. ويمكن حتى كمان يعني بيمثلوا اللي هو التمثال الجميل اللي عمله اللي هو الفنان أحمد موسى، اللي هو بيبين اللي هي المرأة، وبيبين المياه التي تتدفق من يد المرأة، والخير اللي هو بيصل لمصر، ومش بيجي بس من الرجال الموجودين لكن كمان من المرأة المصرية. النهاردة احنا عاملين الإيفنت ده مفتوح لكل الناس، فريجستريشن كان جاي لنا مش بس من التجديف، اكشولي في ناس جاية اصلا عايزة تعرف ايه لعبة التجديف، وده اللي احنا بنحاول نعمله، ان هو الناس تيجي من كل انحاء القاهرة او يعني البلاد عامة، انه في عندنا محافظات جايه لنا، في اسوان وفي اسماعيليه وفي بورسعيد، في ناس جايه من محافظات كمان جايه تشارك في اللعبه دي، في منهم ناس يعرفوا، في ناس ما تعرفش اصلا اللعبه ولسه اول مره يعرفوا اللعبه دي وبيشوفوا الايفنت. قررنا ان احنا نعمل الاحتفاليه دي بالذات ان هو بنعملها للمراه، يعني توثيق ان في لاعبات مصريات في رياضه التجديف والشراع والسايكلينج، انه ازاي المراه يعني بتلعب رياضات عنيفه زي دي بس بتيجي يعني بتسبورت اللعبه دي. احتفالية يوم المرأة العالمي السنة دي الثيم بتاعها المحور الأساسي حول الاستدامة، إزاي إن احنا نستثمر اليوم لمستقبل أكثر استدامة للرجال والنساء معا، لأن احنا يعني هدفنا تحقيق المساواة، وعنا على النوع الاجتماعي وإزاي نبقى فيه مساواة بين الجنسين. طبعا مدخل الرياضة مدخل مهم جدا بالنسبة لنا، مدخل بيتمحور حول تغيير المفاهيم الخاطئة ان احنا البنت والسيدة ممكن تشارك في اي رياضة، ان الرياضات تحديدا الغير تقليدية للفتاة او المرأة احنا بنحاول ان احنا نقول لا، مفيش سقف، هي من حقها ان هي تحقق، وفعلا عندنا نتائج مشرفة لبطلات في السنوات اللي فاتت، فبنحاول ان احنا نسلط الضوء على ده من خلال الايفنت بتاعنا النهارده. احنا سعداء جدا طبعا بتواجدنا في الايفنت ده ومشاركتنا مع نادي التجديف ومع يو ان ويمن وعدد من الشركاء الاخرين. احنا في منظمه الصحه العالميه بنعرف الصحه ان هي مش بس غياب او انعدام العجز والمرض، لا، هي حاله مكتمله من السلامه النفسيه والبدنيه، وطبعا من اهم عناصر السلامه البدنيه دي بجانب الغذاء السليم، بجانب الابتعاد عن العادات الضاره زي التدخين، هي كمان النشاط البدني. فاحنا سعداء النهارده ان في كان انشطه كتير قوي زي السايكلينج، كان في التجديف، وسعداء كمان كان في مشاركه من سيدات ومن رجال، في مشاركه من محافظات كتير قوي في جمهوريه مصر العربيه كانوا موجودين النهارده علشان يشاركوا في الايفنت. النهارده لعبت في تيم 1 من 3 minutes، اول مره الاتحاد يعمل حاجه زي كده، وانا شايفه ان هي حاجه كويسه تقدير لليوم ده، هي حاجه جديده ومختلفه وما اتعملتش قبل كده. كان يوم حلو قوي والسباقات كانت جميله جدا، واكيد لو اتكررت تاني هشارك.